قامت مريم بنت داود إذا العود تندو بابنها المصلوب بأيدي الجنود. رمح الحزن غائص في نفسها ومن آلامه غابت عن حسها، ثم فاقت الوليدة وصاحت آه يا ولدا. Blessed Mary, David's daughter, stood by the cross, weeping for Christ crucified there on Golgotha, like a lamb's sorrow pierced her heart. Filled with grief, she was overwhelmed. She beheld him and cried out, "Oh, my son, whom I love." حبيبي حبيبي خاطبني، كيف راك عريان ولا أندبك يا ابني؟ أوجاعك حرقت أكبادي، آلامك خرقت فؤادي. أنت مصلوب في الصليب وأمك تزيد في النحيب.